الوعد اللي قطعوا بدر بانون جماهير رجاوي في الماتش اميكال ماتش دو بريباراسيون امام فريق اف سي بيتيس هنا في مدينه الدار البيضاء فما غادي في الطريق ديالو. بروميير اوبجيكتيف تحقق الحمد لله هو تتويج بلقب بطوله ما جات سهله ديتو بظل المنافسه القويه جدا مع مجموعه من الانديه كيبقى ابرزها الوداد نهضة بركان سانز وبيا ليم سيون سيغتان مومون لو فوس ديال الرباط هادو انديه اللي نافسوا هذا الموسم على لقب بطوله لقب طويل وشاق والطريق كانت طويله لجمال سلامي يوسف السفري هشام ابو شروان سي بولان باش يفوزوا بهذا اللقب ديال فريق الرجاء الرياضي. كانوا دي زيتاب كانوا مراحل بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي دي وديبا كجميع الانديه لكن قوه ديال فريق الرجاء الرياضي انقضاضه على البطوله كان من مورا الكونفينمون ومورا توقف البطوله للتيرا اللي كان فيروس بسبب فيروس كورونا المستجد وهنا بان لو بروفيسيوناليزم فريمون ديال اللعابه وديال الطاقم التقني ديال فريق الرجاء الرياضي حتى مونتالمون كريم لا رجعتي لابرز لحظات الموسم فالرجاء دويتي على البيت كونتر بركان بيت ديال الرحيمي بيت ديال حفيظي مباشره بعد ما عرفوا اللعابه ان الوداد ماركات البيت ديال الفيكتوار يعني حتى مونتالمون الرجاء العام لا في البطوله لا في العصبه لا في كاس العرب ما كيلاشيوش يمكن كانت من الاسباب ديال ان الفريق في الاخر تيحقق لي فيكتوار افكتيفمون ايوب وهنا كيبا بانه لعبوا عندهم دي كاركتير ديال اللعابه ديال فريق الرجاء الرياضي ولات عندهم شخصيه قويه في التيران ويقدروا يبدلوا السكور والنتيجه في الوقت اللي بغيو هما وفي الوقت اللي تكون عليهم لا بريسيون فاللعابه ديال الرجاء لاحظنا هذا الموسم هذا سورتو بانه كيبقاو مامنين بالحدود ديالهم ومكونسونترين حتى لفترات نهايه كل مباراه بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي وابرز مثال على هذا الشيء اللي كندوي عليه هو البيت امام فريق النهضه البركانيه اللي سيغتيرمون كان سبب رئيسي تتويج فريق الرجاء الرياضي اليوم بلقب البطوله كما قلنا دي اوي ديبا جا وقيته ديال مع الاسف توقفت الكره في العالم كله بسبب فيروس كورونا المستجد لكن هنا بان لو بروفيسيوناليزم ديال الطاقم التقني وكذلك لاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي اللي بان بانهم بقاو كيترينيو بجديه في الوقيته ديال الكونفينمون هذا الشيء اللي بان من بعد ما استنفات البطوله رجعوا اللعابه رجعوا بريتم طالع رجعوا بنيفو مزيان هو في حقه وهنا تيقدروا انهم يديدوبلوا لي زادفيرسير ديالهم ويكونوا في الصداره ديال البيلوتون اللي كيتصدر البطوله الاحترافيه لهذا الموسم. الرجاء سالت البطوله بارقام مهمه جدا نتحدثوا على الثاني اقوى هجوم في البطوله ب او 43 بيت ماركوا الهجوم ديال فريق الرجاء الرياضي الميور ديفونس اكزيكو مع فريق النهضه البركانيه حيث انه تسجل عليهم كو 23 بيت فقط 23 بيت اللي تماكع البوطو ديال انا زيتي هاد لا سيزون هادي بان كولا فيرج ديال بلوس 20 هادو الكولا فيرج ديال فريق الرجاء الرياضي من اصل 30 ماتش فالرجاء تمكنوا انهم يفوزوا 17 ماتش 9 ديال التعادلات واربعه ديال الهزائم كثاني فريق كيخسر العدد المباريات هاد الموسم. فريق الرجاء الرياضي كما ذكرنا مجموعه من اللاعبين اللي لعبوا هاد الموسم هذا لعبة ديال ليسبوار سيغتو ليش انهم دي جون جوار اللي جاو وامبوزاو راسهم كندويو على زريدا كندويو على مدكور كندويو على سكحان كندويو على مجموعة من الاسماء اللي جات وامبوزات الاسم ديالها وفرضات على جمال السلامي انه يعتمد عليهم ما من مرة تتويلا في المباريات ديال فريق الرجاء الرياضي. العمل مستمر والعمل غادي يستمر فريق الرجاء الرياضي لانه اللعابة كانوا واعدوا الجمهور بتروا كوب تروا تيتخ هاد لا سيزون هادي حقه الاول نهار الحد كاين طريق والدومي فينال ديال عصبه الابطال الافريقيه ان شاء الله امام فريق الزمالك المصري باش نحطوا رجل ان شاء الله في الفينال وبوكوا با نمشيو نتقلبوا على اللقب الثاني في انتظار نتعرفوا على فوقاش غتكمل منافسه كاس محمد السادس للانديه. السؤال هو واش يقدروا ريكيبيريو اللاعبين حتى هذا هو سؤال مطروح دابا العمل كبير على الطاقم الطبي باش ريكيبيريو على الاقل بعض من دوك لي بيلي اللي ما كانوش ماتشات افكتيفمون ايوه فمصادرنا فريق الرجاء الرياضي كتاكد لنا بانه الطاقم الطبي كيشتغل بشكل كبير وكبير بزاف على اساس انه رجع اللعابه مهنا لحد يكونوا ابطين ان شاء الله باش يحملوا قميص فريق الرجاء الرياضي سيغتو سند الورفلي وعجلي الجبيره هادو لاعبين اللي معول عليهم بزاف وشاكر ان شاء الله تكون راجع ويكون اون فورم في الماتش امام فريق الزمالك المصري. فالطاقم الطبي فريق الرجاء الرياضي كيعمل بشكل كبير وكبير بزاف باش يرجع سي جوغ لا كومبيتيسيون ا بارتيغ دو سو ديمونش ان شاء الله امام فريق الزمالك المصري. بالنسبه لو بروغرام ايوب فالطاقم التقني فهو خلى اللعابه كيلكو جوغ دو روبو من بعد التتويج سي نورمال غادي يخرجوا غيمشيو يشوفوا عائلاتهم يفرحوا مع عائلاتهم بون دو جور اثنين وثلاث على اساس الاربعين ان شاء الله يرجعوا يستانفوا التدريب الماتش ديال الزمالك المصري ان شاء الله يوم الاحد. مازال ما تبرمجاتش فوقاش غتكون لا سيونس ديال فريق الرجاء الرياضي بحكم انه غيكون البروتوكول ديال التتويج بلقب البطوله ف
الطاقم التقني ومكتب موسيقى كيتسناو من الأصبع الاحترافية كرة القدم أنه تبلغهم فوقاش اكزاكتومون التوقيت ديال التتويج وتسليم درع بطولة هذا الموسم على أساس أنهم يبروغرامي لا سيونس نهار الأربعاء إن شاء الله استعدادا لفريق الزمالك المصري أيوب.